مساء الخير عليكم، معاكم اسلام يسري. والنهارده هنتكلم عن اخر مرحله من مراحل الماركتنج ماكس او المزيج التسويقي، وهي البيبول او الناس اللي شغاله عندك في الشركه. ازاي البيبول او الموظفين اللي عندك في الشركه، وبالذات الفرونت لاين امبلويز اللي هم بيتعاملوا مع الكاستمر دايركتلي، يقدروا يعملوا لك كومبيتيتيف ادفانتج عشان خاطر تنجح بالبيزنس بتاعك والكاستمر يشوفك احسن من المنافسين. اول حاجه عايزين نقولها ان البيبل استراتيجي او الخطه اللي احنا هنحطها عشان نقدر نطور الامبلويز اللي عندنا عشان يتعاملوا مع العملاء بطريقه افكتيف، تعتبر من اصعب الاستراتيجيز اللي احنا ممكن نحطها. ليه بقى؟ علشان خاطر البيبل استراتيجي ما هياش تحت سيطره الماركتنج بس، مجهود مشترك ما بين الاتش ار وما بين الماركتنج. الاتش ار اللي هم الهيومن ريسورسز ديبارتمنت او الموارد البشريه، اداره الاتش ار في الشركه لازم تتحد مع الماركتنج في الشركه علشان خاطر يشوفوا ازاي يقدروا يطوروا الموظفين داخل الشركه بحيث ان هم يقدموا احسن فاليو للكاستمر، ويبقى الموظف اللي بيقابلني وانا داخل المكان بتاعك، ايش ان كانت شركه او مطعم او كافيه او اوتيل او whatever الاندستري بتاعك ايه، يكون واحده من اهم العناصر اللي بتخلي تجذب العملاء وتخلي العميل اصلا عايز يتعامل معاك انت وما يتعاملش مع حد تاني. واحده من اهم الاساليب اللي بتستخدمها الشركات علشان خاطر تقدر تخلي الامبلويز او البيبل في الشركه يقدموا للكمباني كومبيتيتيف ادفانتج، ويقدروا ان هم يحلوا كل مشاكل العميل، هي الكود اوف كوندكت. الكود اوف كوندكت اللي هو الدستور اللي بيمشي عليه اي موظف عشان يتعامل في كل المواقف وكل المشاكل بتاعت العملاء بطرق معينه. يعني انا دلوقتي ككاستمر داخل الشركه، لو الموظف اللي هيقابلني ده شغال بقى 24 ساعه بس، لازم يكون في نفس التالنت ونفس الكواليفيكيشنز اللي موجوده عند واحد شغال بقى 40 سنه في الشركه. طب ده هيحصل ازاي؟ هتقول لي الراجل خبره عنده 40 سنه وده عنده بقى 24 ساعه، لا يمكن يبقوا زي بعض. لو ممكن يبقوا زي بعض عن طريق الكود اوف كوندكت، اللي هي السيستم اللي المفروض يبقى حافظه وعارف ازاي يتعامل في كل السيتويشنز. البيبل هم السورس اوف ايمج، يعني الشركه بتكتسب صوره معينه في عقل العميل عن طريق ايه؟ عن طريق الموظف اللي بيتقابل مع الكاستمر، لان الكاستمر بيبني كل ادراكه عن الشركه عن طريق الموظف اللي قبله. فلو الموظف اللي قبله باهتمام وقبله بصوره كويسه ووراه ان هو فعلا كونسيرند او مهتم بالمشاكل اللي عنده وعايز يحلها له باقصى سرعه، ده الانطباع اللي هيكون عند العميل تجاه مين؟ تجاه الشركه مش تجاه الموظف. هو مش هيحب الموظف اكتر ساعتها، هو هيحب الشركه اكتر، وهو ده الهدف بتاعنا. طب عشان خاطر اخلي الموظفين ان هم قادرين يحلوا مشاكل العملاء، لازم اعمل كام حاجه كده. اول حاجه لازم اعملها، لازم اعمل تريننج وديفلوبمنت للموظفين بحيث ان هم يكونوا قادرين اصلا على ان هم يحلوا اي مشكله. والتريننج ده من جزء منه مادي وجزء منه معنوي. المادي ان انا بدربه على سكيلز حقيقيه، ان هو يقدر ازاي يتعامل مع اي مشكله هتقابله بحيث ان هو كده كده اي مشكله هيقابلها يقدر يحلها. طيب الجزء المعنوي هو ايه بقى؟ إن دي حاجه بزرعها في عقل العميل عشان يبقى شايف ان الموظفين بتوعي احسن موظفين. شركه ابل عامله حاجه ظريفه جدا معنويه وماديه، التكنيكال سبورت في ابل مثلا عندهم قدره ان هم يحلوا اي مشكله لاي كاستمر بيجي باي برودكت انتجته شركه ابل، وده عن طريق ان هم بيدوا تريننج شامل كامل للموظفين، يقدر ان هو يبقى فاهم كل حاجه، كل كبيره وصغيره في منتجات ابل، ان كانت سوفت وير او هارد وير، عشان يقدر يخليه من الاخر بيسموه جينيوس، ابل جينيوس. ابل جينيوس يعني عبقري في ابل. يعني ايه؟ انا بقول للكاستمر ان التكنيكال سبورت بتاعي مش تكنيكال سبورت عادي، ده ابل جينيوس. حتى لو شغال بقى 24 ساعه، هو خد التريننج الكافي اللي يخليه يقوم باداء واحد عنده بقى له 40 سنه في جوه الشركه. من اسم الديبارتمنت، العميل اوريدي داخل مهيأ ان الشركه او ان الشخص اللي هيقابله ده هيقدر يحل له اي حاجه، ده اصلا جينيوس. فهو اسمه ابل جينيوس، بس هو مش عبقري في اي حاجه غير ان هو عبقري في منتجات ابل، يقدر يحل كل مشاكل منتجات ابل. اوكي، فدي نقطه مهمه جدا. بنيجي نقول ان في واحده من اهم الاستراتيجيز اللي انا ممكن استخدمها عشان خاطر
اقدر اخلي الموظف اللي هيتعامل مع العميل عنده القدره ان هو يحل له مشاكله. بنعمل كمان حاجه اسمها empowerment. empowerment يعني ايه؟ الامباورمنت يعني انا بديله الباور ان هو يقدر يتعامل في السيتويشنز المختلفه من غير ما يرجع للتوب مانجمنت او يرجع لل حتى السوبرفايزر بتاعه. في سيتويشنز معينه بديله كومبليت فريدم فيها، بديله الحريه المطلقه ان هو يقدر يحل المشكله للعميل من غير ما يرجع للاداره. ليه؟ علشان خاطر الهدف الاسمى اللي احنا بندور عليه، ان العميل مجرد ما يخش قال المشكله، احنا عايزين نحل المشكله باسرع وقت عشان العميل ما يقعدش فتره طويله ديساتسفايد. العميل اصلا داخل المكان عنده مشكله فهو اوريدي مش مبسوط، انا عايز العميل مبسوط. طب اعمل ايه؟ اخلي الموظف مش بس يحل المشكله، لا يحلها له باسرع وقت وباسرع طريقه وباحسن طريقه ترضيه. فيبقى ساعتها الكاستمر تحول مره واحده من عميل غير راضي عن الشركه لعميل مبسوط جدا بسرعه الاستجابه لمشكلته وحلها، وده يخليه لويال كمان للشركه. يبقى احنا كده حولنا العميل الديساتسفايد او الغير راضي حولناه للويال كاستمر، ودي اصعب حاجه، دي اكتر حاجه كريتيكال. وهنا مشكلتها الاساسيه انها في ايد الموظف اللي شغال، فانا لازم اخلي الموظف عنده القدره ان هو يقدر يحل له مشكله واعمل حاجه اسمها ديسنتراليزيشن، يعني لا مركزيه. ما يبقاش الموظف عشان خاطر يقدر ياخد اي قرار او يقدر يحل له اي مشكله لازم يرجع للتوب مانجر او يرجع للسوبرفايزر يقول له والله ما اقدرش اعمل، لازم ارجع ما اعرفش لمدام عفيف في الدور الثالث واقعد بقى في مدام عفيف ديت ايه 10 ساعات. العميل هيخش للموظف هيقول له عندي مشكله كذا كذا كذا، وهو قاعد في مكانه يقدر يحلها له. حتى لو الموظف اضطر ان هو يقوم ياخد يعمل كام اكشن فهو بيجري، يعني هو بيوريه حتى بيحسسه ان هو لا انا مش هسكت على مشكله زي دي، المشكله دي لازم تتحل بسرعه. تمام؟ ده بيدي شعور بالكونسيرن اباوت ذا بروبلم، بيخلي الموظف يبين للعميل ان هو مهتم جدا بمشكلته وانترستد جدا ان هو يحل له المشكله دي، وده بيخلي الكاستمر ساعتها يديفلوب فيري جود ايمج، صوره قويه جدا عن الشركه بتاعتنا. الماركتنج مانجرز دايما بيدوروا على المشاكل اللي بتقابل العميل او الحاجات اللي العميل اصلا مش راضي عنها ومش مبسوط بيها. ليه؟ علشان خاطر يدوروا على حلول ليها فيخلي العميل مبسوط. طب هنا اكزامبل على كده ايه؟ احلى اكزامبل السنه اللي فاتت ديت عملته الماركتنج مانجمنت بتاع اي جي بانك. اي جي بانك عملوا سيستم كده ظريف اللي هو موظف لكل عميل. ازاي يعني؟ يعني حضرتك دلوقتي كلاينت في اي جي بانك، حضرتك هتروح الفرع بتاعك هتلاقي فيه موظف مكتوب باسمك، هو عارفك قاعد مستنيك. طبعا هو مش قاعد مستنيك انت بس، هو كل موظف بيبقى عنده ايه اكتر مثلا مسؤول عن 100 كلاينت. اوكي؟ فهو حافظ ال 100 كلاينت دول ومش حافظ غيرهم مثلا فور اكزامبل. فانت دلوقتي رايح للبنك هتقول لهم انا عندي مشكله كذا كذا كذا، فهيعمل معاك ايه؟ هيحل لك المشكله، بس مش بس هيحل لك المشكله، ده هو اساسا اوريدي عارف تاريخك كله وعامل بيرسونال ريليشن شيب ما بينك وما بينه اوريدي، والعلاقه ما بينكم قويه. فبدل ما تخش كل مره على موظف جديد وتتعرف عليه، واحنا شعب مثلا بنحب نبني ريليشن قبل ما نقعد نتكلم، يعني لما تخش بنك ويبقى عندك حاجه عايز تعملها انت عايز دايما ان انت تخش تبني ريليشن، تقعد تهزر شويه اول دقيقه، بعد كده تبتدي ايه تخشوا تو جيت انتو بزنس، ان انت تخش بقى في الترانزاكشنز المطلوبه او اللي انت الحاجه اللي انت عايز تعملها جوه البنك او الشركه او وات ايفر. ودي اي موظف كاستمر سيرفيس بيلاحظها من طريقه تعامل العميل الكلاينت المصري، زي شعوب كتير جدا في الشرق بيحب ان هو يبني ريليشن شيب قبل ما يجو انتو بزنس. انما في ممكن في دول غربيه كتير العميل مش عايز يعرف اصلا الموظف، هو بيخش يتعامل معاه بصوره فورمال جدا لان هو دي مش الثقافه بتاعته. وفرق الثقافات ده وفرق الثقافات في التعامل مع الموظفين والعملاء هنشوفه بعدين في ليكتشرز قدام، هنتكلم عن ازاي ان الثقافات المختلفه ممكن تغير الاستراتيجي بتاعتي كلها بالنسبه للبيبول وبالنسبه للكاستمر. بس خلينا دلوقتي احنا بنتكلم على لوكال بيز، يعني لو انت في النطاق المحلي وحضرتك بتشتغل في مصر فانت لازم تدرب الكاستمر الموظف ان هو يقدر يبني بيرسونال ريليشن ما بينه وما بين العميل. لا وكمان ده انت عايزه يخليه فاكره وفاكر مشاكله، بحيث العميل لما يجي ما يحسش بالغربه، ما يحسش ان هو لسه هيتعامل مع شخص جديد او هيتعامل مع موظف جديد.
حاول تخلي الموظفين متقسمين على العملاء، او بالعكس بقى العملاء متقسمين على الموظفين. يعني انت عندك 300 عميل وعندك 10 موظفين، يبقى كل موظف ماسك 30 ايه عميل، يبقى انت كده ضمنت ان هو الايجنت اللي شغال عندك او الموظف اللي شغال عندك هيبقى هايلي كونسيرند اباوت ال 30 اللي عنده. بل بالعكس كمان، ده انت ممكن تحفز الموظف ان هو يبقى عايز يرضي العميل على قد ما يقدر، ودي بتبقى انترنال كومبيتيشن، منافسه داخليه ما بين الموظفين، بتخلي الموظفين يتقيموا بيزد على درجه ايه الديساتسفاكشن او ساتسفاكشن بتاع الموظفين العملاء اللي عندهم. فلو هنفترض ان انت عندك 10 موظفين، كل موظف ماسك 30 واحد، انا هقيم كل واحد وادي له ريبورت بيزد على قد ايه العملاء بتوعه ساتسفايد، واللي هيحصل على اعلى كاستمر ساتسفاكشن هدي له ريورد اعلى. يبقى انا كده خليت الموظف مش بس عايز يخدم العميل عشان خاطر الشركه، لا ده عايز يخدم العميل لمصلحته الشخصيه، الموضوع تحول لمصلحه شخصيه بالنسبه له. ده انا كل ما الموظف العميل بتاعي هيبقى مبسوط كل ما انا هاخد ريورد اكتر، فدي حاجه بقت بتحفزني، بتديه موتيفيشن شخصي. ولازم نبقى مركزين ان البيبل استراتيجي والبيرسونال ريليشن شيب لما هتتعمل ما بين الموظف وما بين العميل دي دبل ايدج سورد، او اللي هي سلاح ذو حدين. ليه؟ علشان خاطر بنشوف حركات كتير قوي بتحصل في الشركات. سيلز ايجنت مثلا يبقى عنده بيتعامل معاه عنده 30 40 100 عميل وبيج كلاينتس، وبيتعامل معاهم وبينتراكت معاهم وهو اللي عامل بيرسونال ريليشن شيب معاهم، لدرجه ان الشركه اللي ما بقاش ليها علاقه بالكاستمر غير من خلال السيلز ايجنت. دي بقى هنا تتحول لمشكله، ان الريليشن شيب اللي هي بقت قويه ما بين السيلز ايجنت ده ممكن تخلي لما السيلز ايجنت يسيب الشركه او يروح لشركه منافسه تلاقي العملاء نفسهم دروبد، ما بقوش موجودين، يا اما يروحوا مع السيلز ايجنت المكان اللي هو بيشتغل فيه الجديد، يا اما مش فارق معاهم اصلا الشركه لانهم ما بقوش ساتسفايد، لانهم كانوا بيتعاملوا مع شخص والشخص ده ما بقاش موجود. لو انت مش هتقدر ان انت تعمل موظف لكل عميل على حسب البيزنس بتاعك حجمه قد ايه، والكاستمر بتاعك ده هو بيبقى بيج كاستمر ولا سمول كاستمر ولا كاستمر بيجي كل 10 سنين مره، اوكي؟ لو مش هتقدر تعمل موظف لكل عميل، اعمل موظف لكل مشكله، اتليست لما العميل يخش الشركه ويقول لك انا عندي مشكله كذا، او اللي هيستلم المشكله دي هو اللي يفضل يتعامل معاها ويفضل يحل في المشكله دي لغايه ما المشكله تتحل. ما يعملوش ترانسفير على موظف تاني، ما يعمل حتى لو كان سوبرفايزر، لا انا جيت لك بالمشكله حكيت مره واحده بس، الكلاينت مش هيحكي المشكله 20 مره، هو هيحكيها مره واحده بس، وفي موظف اللي استلم الشكوى هو اللي يفضل يتعامل مع الكيس لغايه ما تتقفل. مين الموظفين اللي المفروض نكون بندربهم عشان يعرفوا يتعاملوا مع العملاء كويس؟ كل الموظفين اللي بنسميهم فرونت لاين. فرونت لاين يعني ايه؟ يعني الموظفين اللي خطوط الاماميه، اللي بيتعاملوا بصوره مباشره مع العميل. وهنا بندربهم او بنختارهم بيزد على حاجتين. انا لما بجيب الموظف او هيشتغل ديليفري، هيشتغل كاستمر سيرفيس، هيشتغل ريزرفيشن ديسك، يعني اللي هو بيبقى قاعد بيستلم الريزرفيشنز لو في اوتيل او في مطعم او في غيره. مين اللي بيختارها اصلا؟ اول حاجه الماركتنج، بيبص عليهم كده يشوفهم ايه، بيشوفهم هم دول الايمج اللي انا عايزها تبقى باينه قدام الكاستمر. طيب مين بقى اللي بيجي يخش هنا ايه بقوه؟ هو الاتش ار مانجمنت. الاتش ار مانجمنت او اداره الموارد البشريه وظيفتها انها تتاكد ان الموظفين اللي هيشتغلوا في الشركه فرونت لاين هم بيبل اورينتد، بيهتموا بيحبوا التعامل مع الاخرين، عندهم السكيلز ان هم يعملوا انتربيرسونال ريليشن علاقات شخصيه ما بينهم وبين الاخرين، ويبقوا كونسرند مهتمين بان هم يحلوا لهم المشاكل دي. طب ده بنعرفه ازاي؟ بنسالهم في الانترفيو بلح. طبيعي انت لو واحد رايح يشتغل كاستمر سيرفيس لو سالته قلت له انت هتهتم بالعملاء ولا لا، هيقول لك طبعا ههتم بالعملاء، وانا جاي اديهم بالجزمه هيقول لك يعني ان هو هيقفل السكه في وشهم؟ لا، هيقول لك انا ههتم بالعملاء. طب انت تعرف منين؟ بص بقى، في حاجه اسمها بيرسوناليتي تيست، من اشهر انواعها يعني
اللي هي سايكومتريك تيست. البرسوناليتي تيست ديت هو اختبار عامله علماء سايكولوجي، وظيفته ان هو يحدد طبيعه شخصيه الشخص اللي قدامك. بعد لما يجي لك موظف كده قول له انا عايزك بعد الانترفيو عجبته وخلاص انت اديته الامان وهو انت مبسوط منه وان شاء الله انت معانا، بس هنعمل كام اختبار كده. الاختبار واحد منهم هيبقى بيرسوناليتي تيست. البيرسوناليتي تيست ده هيقول لك شخصيته ايه. طبعا مش بتكلم على الاختبارات الشخصيه بتاعت الفيسبوك اللي هو بيقول لك انت هتبقى بكره عامل ازاي وهتبقى بعد 30 سنه قد ايه، ده كلام فارغ. انا بتكلم على تيست معموله عن طريق سايكولوجيست، عن طريق ناس درست العلوم النفسيه الخاصه بالافراد، عشان تقول ان كل مجموعه من الناس اللي هتجاوب الاسئله بالشكل ده يبقى انت ايه، بيبل اورينتد، يبقى انت عندك ايجو عالي، يبقى انت او ان سو اون. يبقى عن طريق التست ده انا اقدر اختار اصلا الموظف اللي هو اساسا طبيعي شخصيته بيهتم بحل مشاكل الاخرين. بنسميه اكستروفيرتد، مهتم بالاخرين، مهتم بالتدخل في حياه الاخرين. هو مش تدخل يعني يخش في حياته بطريقه وحشه، بس هو ايه، مهتم بحل مشاكلهم، دايما انفولفد في السيتويشنز والسوشيال سيتويشنز اللي حواليه. فهنا يبقى انا ضمنت اصلا ان الموظف اللي جاي يشتغل عندي ده اصلا شخصيته الحقيقيه، مش اللي باينه لي في الانترفيو، الحقيقيه هي اصلا ايه، بتحل المشاكل، هي اصلا بتهتم بالاخرين. يبقى انا لما اديله تريننج بس ازاي يحل المشاكل الموضوع بقى سهل جدا، غير لما اجيب موظف الموظف دوت اساسا ايه، مش فارق معاه البني ادمين او انطوائي مثلا، هو ما بيحبش يتعامل مع حد. فده شغاله كاستمر سيرفيس ازاي لا مؤاخذه يعني، ولا شغاله تكنيكال سبورت ازاي. اخر حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها السمايل بوليسي، والسمايل بوليسي هدفها ان احنا نعرف الموظف اللي عندنا في الشركه ان هو لازم يكون مبتسم طول الوقت وهو بيقدم الخدمات. فاكرين مشهد كده كان في عسل اسود لما كان الموظف بتاع الاوتيل بيقول لاحمد حلمي لا والله يا فندم مفيش اوض فاضيه، لما كان عمال يقول له اصل انا ياباني انا امريكي. المشهد ده كلنا حافظينه. المشهد ده لو تلاحظوا فيه حاجه كانت هم عاملين الكاركتر بتاعت الريزرفيشن تاسك باي بوك بالظبط زي اي موظف ريزرفيشن في اي اوتيل. هو مش بيتكلم ان هو اتم، لا هو بيتكلم ان هو الحته اللي هو هي باي بوك او اللي هي بالظبط زي اي موظف هناك اللي هو الاولويز سمايل بوليسي. في حاجه اسمها في البيزنس سمايل بوليسي. السمايل بوليسي يعني ايه؟ انا هقدم لك السيرفيس حتى لو بديليفر باد نيوز، هي ايه؟ بقدمها لك ويز سمايل. لا والله يا فندم احنا اسفين مش هنقدر، والله دي حاجه صعبه جدا علينا الفتره اللي جايه دي. هو مبتسم وهو بيديليفر باد نيوز. هنا ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان انا مهما كان الخبر اللي هيقوله لي هو دايما مدي للموظف جود امبريشن. السمايل لوحدها اكتشفوا ان ليها فيري جود امباكت على اللي بيستقبل السمايل ده. يعني الكلاينت بيبقى شايف ان حضرتك بتبتسم، الابتسامه دي معديه، الابتسامه معديه، زي ما اللي قدامك بيبتسم بتلاقي نفسك انت اوريدي عندك بوزيتيف اتيتيود او عندك انتنشن تو سمايل. انت مجرد ان انت عندك القدره او الرغبه الميول انك تبتسم عشان اللي قدامك مبتسم، فده مدي لك جود امبريشن حتى لو بيقول لك اخبار وحشه. لا والله يا فندم احنا قفلنا الاكونت بتاع حضرتك لان حصل كذا كذا كذا. يبقى هو ايه بيقول له؟ ايه بيقول له؟ بار قذره بس مبتسم. الابتسامه هنا سر ان انت هتقدر تتقبل الكلمتين اللي هو قالهم لك. واخر حاجه بنقولها ان الموظفين ما هماش ماشينز. ما ينفعش ان انا اقول ان الموظف هيخليك مبتسم وخليك سعيد واقول اخبار كويسه للعملاء واقول اخبار قذره وانت مبتسم وكل الكلام ده هو، والموظف اصلا مش ساتسفايد. واهتم بالموظفين. طب والموظف اصلا مش ساتسفايد اهتم ازاي؟ ده انا عايز اولع في الشركه وللموظفين اللي فيها. فعشان كده بنقول employee satisfaction بيؤدي الكاستمر satisfaction. اصلا لازم نعمل تطوير للتولز اللي عندنا ان كانت فاينانشال او نون فاينانشال عشان نخلي الموظف اصلا مبسوط وسعيد في الشغل وباشنت اباوت ذا وورك. عنده باشن، عنده يعني رغبه في ان هو يدي احسن ما عنده للشركه. ساعتها الموظف هتلاقيه اوتوماتيك بيعايز يساتسفاي الكاستمر لان هو اصلا سعيد في المكان ده، فعايز الكاستمر يبقى سعيد هو كمان. انما لو الموظف مش طايق نفسه هيدي لك باد امبريشن عن الشركه، هيخلي الكاستمرز دي ساتسفايد، حضرتك هتلوز البيزنس بتاعك سونر اور ليتر.
عاوز تخلي الكاستمر ساتسفايد، خلي الامبلوي اصلا ساتسفايد اللي هو هيقدم له او هينقل له حاله الرضا والسعاده اللي هي موجوده عند الموظف. وبكده احنا هنكون قفلنا الحلقه بتاعت النهارده. احنا كده خلصنا الماركتنج ماكس، هم كانوا 7 ستابس، اتكلمنا على ازاي نعمل المنتج بتاعنا، ازاي نعمل تسعير للمنتج، ازاي نقدر نعمل دعايه واعلان، ازاي نقدر نعمل توزيع للمنتجات بتاعتنا، ازاي نقدر نعمل فيزيكال ايفيدنس ونخلي جوده المكان كويسه، ازاي نقدر نعمل دايركت وان دايركت بروسيس، عمليات سريعه افيشنت عشان خاطر الموظف الشركه تقدم خدمات افضل. والنهارده اتكلمنا عن البيبل وقفلنا الماركتنج ماكس او ال7 بيز او المزيج التسويقي بتاع اي شركه. لو احنا شركات كبيره او صغيره لازم نطبق دول، عندك قسم تسويق او ما عندكش لازم تطبق دول، حتى لو انت كاونر اللي بتدير الشركه كلها وبتعمل كل حاجه لازم تطبق دول. والحاجات دي بتطبق في كل حاجه، كل حاجه بتقدمها ايا كان نشاطك، حتى لو كنت بتاع فلايات لازم تطبق الحاجات دي. الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن مواضيع مختلفه عن التسويق، ولازم نعرف ان الشركات عشان تتقدم هي مش بتشتغل بالتسويق بس، فاحنا هندخل كل التولز بتاعت البيزنس، ان كانت اتش ار، ان كانت فاينانس، ان كانت ليها علاقه باي ديبارتمنت في الشركه، وازاي كلهم بيخدموا الماركتنج، وكل ازاي كلهم بيحاولوا ان هم يبنوا ريبيوتيشن مع العملاء. ان شاء الله الحلقات الجايه هتلاقوا فيها حاجات انترستنج اكتر، علشان خاطر انا عارف ان الماركتنج ماكس طولت، ان شاء الله اللي جاي هتبقى كل حلقه بتوبيك، عشان احنا كده عملنا كفرنج لواحده من اكبر الستابس اللي احنا عندنا في الماركتنج، بس هي اكثرهم اهميه. اوكي، كان معاكم اسلام يوسف السعيد، وما تنساش لو انت على اليوتيوب اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يجيلك الفيديوهات اللي جايه، ولو على الفيسبوك اعمل فولو للبيج عشان يجيلك كل جديد وان شاء الله كله يستفيد، واعمل شيرنج للفيديوز على قد ما تقدر عشان اكبر عدد من الناس تستفاد، وخلي الناس كلها تنجح ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه. السلام عليكم.